يرضى عليكم. إذن أيوة كنا عم نتكلم على الله يسلمكم. نتمنى دائما من إخواننا أن لا يتساهلوا في الإجازة، مو معناته يصعبوا على عباد الله، لا انتبهوا أبدا، ما هذا الذي أعنيه، وإنما أعني فقط مقام التلقي والمشافهة، فقط مقام التلقي والمشافهة. يجب أن تكون القراءة مطابقة تماما تماما. من جاءك يريد أن يصحح تلاوته مجرد تصحيح، الله يوفق، بتصحح له بقدر ما تستطيع. لكن اللي بيقول لك بدي أكون مجازا، هذا ما بصير تجيزه يا أخي إلا أن تكون قراءته إيه؟ صحيحة تماما، مطابقة للمنقول تماما، حتى إذا لقينا الله عز وجل وسألنا جل جلاله يكون عندنا إيه؟ جواب، يكون عندنا جواب. نعود إلى القلقلة. أج، انظر انظر إلى الجيم كيف أن اللسان يصعد فيقرع مخرجها، ودون أن يعني يكون هناك عمل لا للفك ولا للشفتين. أج كمان، أج كمان، أج أج. طيب هذا الجدول أرجو أن نستوعبه بمعيتكم. شايفين الخانات الفاضية، الخانات والمربعات الفارغة لح نملأها سوا الآن. هذا الجدول تأملوه بارك الله فيكم، يمينه مكتوب الساكن المقلقل المتحرك. ألم نقل إن المقلقل حالة بين السكون والحركة؟ طيب العمود الأوسط مكتوب كيفية خروجه، العمود الأيسر مكتوب يصاحب خروجه. طيب الحرف الساكن كيفية خروجه، كيف بيخرج الحرف الساكن؟ بالقرع أو بالتصادم. طيب ماذا يصاحبه عند خروجه؟ هل يصاحبه انفتاح للفم؟ لما بقول الأش هل يصاحبه انفتاح للفم أو انضمام للشفتين أو انخفاض للفك؟ إذن لا شيء. طيب الحرف المقلقل، بالله ركز ركز شوي، الحرف المقلقل كيفية خروجه، كيف يخرج؟ بالتباعد، ما هيك؟ طيب ماذا يصاحبه عند الخروج؟ لا شيء. إن صاحبه انفتاح فصار مفتوحا، انضمام صار مضموما. طيب المتحرك، المتحرك يخرج بالتصادم ولا بالتباعد؟ ماذا يصاحبه عند خروجه؟ يصاحبه إما انفتاح أو انضمام أو نعم يصاحبه حركة. طيب لاحظوا الله يسلمكم ما لون، انظروا وجه الشبه بين المقلقل والمتحرك باللون الأحمر ملون. شو وجه الشبه؟ أيوة، لكن في اختلاف أن الساكن بإيه؟ طيب يعني هذا المقلقل شايفينه السطر، هذا السطر الأوسط اللي عم روح وإجي عليه أنا بالضوء الأخضر، يشبه المتحرك ويخالفه، وهنا يشبه الساكن ويخالفه. انتبهتوا؟ فالمقلقل يشبه المتحرك من جهة ويخالفه، ويشبه الساكن من جهة ويخالف. من هنا سمي ايه؟ مقلقل، يعني له ساكن وله متحرك. عرفتوا شو معنات مقلقل؟ له ساكن وله متحرك، مقلقل يعني بيناتهم. وضح اخواني؟ انظر الى الباء المفتوحة وانظر ماذا يتحرك معها، بالله انظروا للصورة. ب، انظر الى تباعد الفكين. ب كمان، ب كمان، ب ماذا يبتعد بهذه الصورة؟ الشفتين والفكين. انظر ب، ها ب. طيب اب، هذه الباء المقلقلة، انظر ماذا يبتعد. اب، انظر اب كمان، اب مين عم يبتعد؟ الشفتين فقط. اب، هذه باء ساكنة مدغمة مثل وأب، انتبهنا؟ وأب بيش تخرج؟ شوف أب كمان، أب
أيوة هاي تخرج على القاعدة، تخرج يعني فرضا اللي هي إيه بالتصادم. إذا باء ساكنة غير مخلقلة بين قوسين يعني مدغمة تخرج بالتصادم الشفهين. شوفي هاي الصورة الجاي. أب أب ب هي شو مقارنة وبضدها تتميز الأشياء. كيف تخرج الساكنة المدغمة؟ أب ها أب كمان أب بينما المخلقلة أب ها أب ها أب مين عم يبتعد؟ الشفتان. الآن المفتوحة ب ها ب مين عم يبتعد؟ الشفتان والفكان. مراتب القلقلة. قال إمامنا الجزري وبينا مقلقلا إن وإن يكن في الوقف كان أبينا. للقلقلة مرتبتان كبرى عند الوقف على الحرف المقلقل نحو شو؟ الفلق محيط كسب بهيج أحد. الآن السطر الثاني مشدد موقوف عليه. حق وتب الحج أشد. أشد كم دال هدول؟ دالين، دال ساكنة مدغمة ودال موقوف عليها مقلقلة. والفتنة أشد هي الدال الأولى، د هي مين؟ الثانية. قوله الحق هذه مين؟ قاف الأولى المدغمة. ط هذه مين؟ قاف الثانية. وتب الباء الأولى مدغمة، ب الباء الثانية الموقوف عليها مقلقلة. واضح؟ بعض إخواننا من المعاصرين جعل للمشددات عند الوقف عليها مرتبة أعلى، مدري شو سموها. هذا من عندي أنفسهم. القلقلة إخواني للحرف الثاني. لما أنت بتقول وتب عم تقلقل الباء الأولى ولا الثانية؟ الثانية. ما الفرق بينها وبين كسب؟ ما في فرق، لأنك في الحالتين أنت عم تقلقل حرف واحد. أما كونها مدغمة في الأول، المدغمة شو نعمل لها؟ هل يؤثر هذا على القلقلة؟ ما يؤثر. هل قال هذا الأئمة؟ ما قال هذا الأئمة. بعض إخواننا المعاصرين وضعوا في كتبهم أن المشدد أعلى. صغرى شو؟ متى تكون القلقلة صغرى؟ إذا كان الحرف المقلقل وسط الكلمة أو الكلام. انتبهوا أرجوكم، تكون القلقلة صغرى إذا كان الحرف المقلقل وسط الكلمة أو إيه؟ الكلام. يعني انظر هذا السطر كله حرف القلقلة وين جاي؟ وسط الكلمة. يقضي يطعم يبصرون وتجعلون يدخلون. هنا حرف القلقلة آخر الكلمة الأولى، آخر الكلمة الأولى، إذا وصلتها بما بعدها صارت القلقلة صغرى، لأن حرف القلقلة جاء وين؟ وسط الكلام. أما إن وقفت عليها بتتحول لإيه؟ إلى كبرى. وضح؟ يعني إذا قلنا لينفق ذو، هذا شو؟ لو قلنا لينفق هذا شو؟ كبرى. لم يلد ولم هذا شو؟ صغرى. لم يلد كبرى. وضح؟ ولا تشتط وهدنا وصلا شو بتكون؟ صغرى. ولا تشطط وهدنا وإن وقفنا عليها كبرى. وقيس عليها. تنبيه أول، إذا أدغم حرف من حروف القلقلة في مثله أو في مجانسه فلا يقلقل طبعا، لأنه إذا قلقل بينفك الإدغام بعدين. يعني إذا قلنا تبت يدا أبي لهب وتبب، إذا فكينا إذا قلقلنا الباء الأولى شو صار بالإدغام؟ بينفك. ما أحد يفعل هذا، إذ لو قلقل لنفك الإدغام. تبهنا كيف؟ نعم. تنبيه الثاني، عند الوقف على حرف قلقلة مشدد، هذا اللي ذكرت لكم يا منذ قليل، فإن القلقلة تكون للثاني منهما. ليه؟ لأن الأول مدغم يخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق وعليه فلا أثر للتشديد
على وضوح قلقلة المشدد، فالقلقلة في الحج مثل القلقلة في بهيج. أخطاء تقع عند القلقلة: أول شيء خلط صوتها بحركة من الحركات الثلاث. اسمع: لقد كان تبتم إبراهيم. من الأخطاء ختم صوتها بهمزة، وهذا منتشر للأسف. عرفت؟ ختم صوتها بهمزة. شو يعني ختم صوتها بهمزة؟ يعني بعد ما يقلقل بيغلق الوترين الصوتيين، فشو بيطلع؟ بلا قل هو الله أحد الله الصمد. سمعانين الهمزة؟ وتب. يا أخي ما في همزة هنا، بدك تقول وتب أحد د د مو د. انتبهنا؟ ما في قفل للوترين الصوتيين. اسمع الخطأ: أحد الصمد. طيب، من جملة الأخطاء مط صوتها وتطويله، هذه مصيبة كمان بسمعها من بعض إخواننا. شو بيقول لك؟ أحد أو الصمد. الحرف المقلقل شديد، والشديد زمنه إيه؟ قصير. بتر صوت الحرف المقلقل عما بعده. كيف؟ اسمع: يقضي يبصرون يدخلون. هذه بتعرفوا شو أساسها؟ قلت لكم منذ قليل إن القلقلة أمر مهمل في لهجاتنا العامية، فبعض ساداتنا المشايخ الله يجزيهم عننا كل خير لما بيعلموا حتى ينبهوا الطالب على الحكم، يعني بيفصلوا له إياه، انتبهنا، بيقول له يبصرون، فهو شو يحسب الطالب؟ إنه إيه؟ إنه هذا هو الصواب. بيصير لما بيقول لك يبصرون، لك عمي ما في سكت هنا، اللي عم تعمله أنت هذا اسمه عند القراء سكت، اسمه فراغ صوتي، ما في فراغ صوتي هنا، انتبهنا؟ اللين، هذه الصفة نتركها إلى غد إن شاء الله تعالى، بقي علينا صفات قليلة لكنها مفيدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.